حضرتك. منورنا في احلى حياه دكتور. يمكن المنتدى، ايه الفرق بين المنتدى والمؤتمر؟ يعني محدش يعرف يعني ايه منتدى اصلا. طيب هقول لك في البدايه، اسمح لي ابدا من حيث انتهى فضيله الشيخ. نحن في صراع ما بين الحياه والموت، احنا في احلى حياه في برنامج احلى حياه، واحلى حياه شفناها في الاغنيه اللي حققت ملايين من المشاهدات على اليوتيوب ووصلت لكل انحاء العالم. احنا هنعيش في احلى حياه. فكره الارهاب، مصر نجحت بالقضاء على الارهاب. انا بقولها لك، مصر نجحت في القضاء على الارهاب حتى يعني وجود بعض حادث ارهاب زي بعض طبعا اعزائنا، كامل الاعزاء لينا كمصريين في هذا الحادث، ولكن وجود بعض الافراد المارقين في بعض المجتمعات، هذا الامر لن ينتهي. فكرة ان يكون هناك بعض الافراد المارقين او اللي هم من ان تحدث بعض العمليات الارهابية او التخريبية وفقا للمعدلات العالمية، يعني انت احنا مش هنوصل ايه الكمال، احنا مش عايشين في الجنة، لكن احنا بنشوف الارهاب في امريكا، بنشوفه في لندن، بنشوفه في فرنسا. احنا شفنا ان مصر نزلت بمعدل بعدد العمليات اللي بتستهدف بيها من عدد كبير جدا قبل كده، النهارده بقت العدد محدود وبسيط جدا. الفئات المارقه موجوده في كل المجتمعات، وصراع الخير والشر هو ده. صراع الخير اللي هم لما كنا في المدرسه واحنا صغيرين ونعمل حفله، فبتلاقي ولد مشاكس يبوظ لك الحفله. فاحنا مصممين ان احنا نكمل في طريق الحياه، واحنا في برنامج احلى حياه، والمؤتمر وهذا الملتقى اللي بيخلق لنا وبيتطلع الى احلى حياه للشعب هو افضل طريق، لان هذه العمليات تبان ان هي احداث عارضه في المجتمع. المنتدى والمؤتمر. المنتدى او المؤتمر في كل الاحوال هو ملتقى الناس بتتقابل فيه. بالنسبه للمؤتمر، المؤتمر